في نشرة أخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، معكم محمد الكويسي وألاء هاشم. نبدأ هذه النشرة بأهم العناوين. عبد المهدي والخطيب يدشنان من برلين مستقبلا متطورا لكهرباء العراق. نواب نينوى يطالبون بإبعاد المحافظة عن الصراعات، ومجلسها يؤكد جهات ساومتنا إقالتكم أو منصب المحافظ. المكان بسيط معزول في منطقة معزولة، وحتى الملابس تشير إلى بعض المظاهر عن وضع البغدادي ووضع أنصاره. ظهور البغدادي دليل على الهزيمة يقول عبد المهدي، والتحالف يتوعده بالملاحقة. جدل متواصل بشأن الانتخابات المحلية، البرلمان والمفوضية يبحثان مصيرها. حط رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رحاله في العاصمة الألمانية برلين في جولة أوروبية بدأها من فرنسا، ويسعى عبد المهدي لتعزيز موقع العراق عالميا ولتدشين اتفاقيات ضخمة لإعمار العراق. وتمكن كل من عبد المهدي ووزير الكهرباء لؤي الخطيب الذي رافقه من توقيع اتفاقية خريطة طريق لإعادة بناء وترميم شبكة الكهرباء في العراق. وتضمنت خريطة الطريق أيضا تبرع الشركة بإقامة عيادة ذكية لتقديم الرعاية الصحية، وسيتم تزويدها بأحدث المعدات الطبية من الشركة، وستهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة وجعلها متاحة أكثر للمواطنين. كما ستستخدم العيادة لإعادة تأهيل السكان في المناطق المحررة وتقديم العلاج لنحو 10,000 مريض سنويا. نحن نريد من ألمانيا الاستمرار في دعمها للعراق وفي التعاون المتبادل بين البلدين على كافة الأصعدة الأمنية والاقتصادية والإنسانية والثقافية، وهناك عدد من ملفات اتفقنا على الطريقة المناسبة لإيجاد الحلول لها، وسنتعاون سوية كبلدين لتحقيق هذه المطالب. في السياق نفسه أكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن شركة سيمنز الألمانية شريك أساسي ومهم في خريطة الطريق لإعادة بناء شبكة كهرباء العراق. هناك خارطة طريق للطاقة في العراق، وسيمنز شريك أساسي في خارطة الطريق هذا، فيها مراحل عديدة، عدة مراحل، قد تكون 4 مراحل. إذا جمعت المراحل الأربعة ستشكل مبالغ كبيرة جدا بحدود 14 مليار دولار، وهذه كلها عرضة للمنافسة طبعا، وسيمنز كشركة مؤهلة وكشركة معروفة وكشركة لها أعمال كبيرة في العراق لها فرص كبيرة في إطار هذه الخارطة، وتستطيع أن تحصل على جزء كبير من هذه المشاريع. المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت أن بلادها تشعر بالتزامها الكامل لبناء العراق واستقراره، معربة عن سرورها برغبة العراق في دعم ألمانيا للقوات العراقية. أؤكد لكم أننا نشعر بالتزام ألمانيا لبناء وإعمار العراق، ولقد شعرت بالسرور عندما علمت باهتمام العراق في مواصلة دعم ألمانيا لتدريب القوات العراقية. سنفعل ما بوسعنا لنكون شركاء جيدين لمصلحة الشعب العراقي. تحدثنا عن خبرتنا التاريخية، ونعلم مدى صعوبة الأمر حين تسود الحروب والعنف، وسنقف إلى جانبكم دائما. انضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كاظم الحاج. أستاذ كاظم، توقيع اتفاقية خارطة الطريق لإعادة بناء وترميم شبكة الكهرباء في البلاد، ما الذي يعنيه ذلك؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك سيدتي الفاضلة ولكادر ومشاهدي قناة الفلوجة. مما لا شك في أن أي انفتاح على دول العالم وتحديدا الدول الأوروبية هو أمر إيجابي، وهو خطوة ضمن الخطوات الصحيحة التي تنتهجها الحكومة العراقية الحالية في أن يكون هناك انفتاح فيما يصب مصلحة الدولة العراقية، وبالتالي الوصول إلى مصلحة المواطن العراقي. أن يكون هناك أيضا اختيار شركات منافسة للشركات الأمريكية في العراق أيضا هو يأتي في إطار إيجابي بشكل كبير جدا، وبالتالي إيجاد حقيقة خارطة لإعادة يعني تأهيل أو إنشاء محطات كهربائية جديدة بما يحتاجه العراق من ألمانيا، خصوصا أن سيمنز يعني شركة عملاقة ولها يعني تجارب في المنطقة وفي العراق سابقا، وخصوصا الآن في مصر ناجحة في اختزال الوقت وأيضا في النوعية التي حقيقة تؤهلها. بالتالي هذه الخارطة أعتقد أن تستثمر من الجانب العراقي في أن يكون هناك استثمار لهذا الأمر، في أن يكون العمل على أن يكون هناك أمن قومي عراقي من خلال استثمار الجانب الاقتصادي وكذلك الجانب السياسي، كما هم يستثمرون أمنهم القومي بالحصول على المعلومات التي يحتاجونها من العراق، وبالتالي الخطوة إيجابية لابد أن تستثمر بشكل كبير جدا. نعم أستاذ كاظم، أشرت أنه من الإيجابي أن يكون هناك منافس للشركات الأمريكية في العراق، ربما يعني تقصد شركة جنرال إلكتريك، وفي ظل التنافس الذي كان دائرا بين شركتين الألمانية والأمريكية، هل تعد هذه الاتفاقية اليوم يعني حسما لهذه المنافسة التي كانت دائرة بين برلين وواشنطن لصالح برلين؟ يعني حقيقة فيما يخص التنافس القائم بين الشركتين أو بين الدولتين، تعلمون جيدا سيدة الفاضلة ويعلم السيد المشاهد أن ترامب نفسه تدخل في مسألة أن يكون العقد السابق لجنرال إلكتريك وبالتالي الذهاب إلى ألمانيا والتعاقد مع سيمنز، أعتقد فيه رسائل واضحة من ناحية التوجه الاقتصادي العراقي وتأثير ذلك على السياسة الخارجية العراقية، بمعنى أن العراق الآن ينحى منحى إيجابي في مسألة إيجاد أكثر من دولة يتعاقد معها، ليس فقط في الجانب الكهربائي، يعني مسألة إعادة إعمار المناطق المحررة، مسألة إعادة تأهيل، مسألة المستشفيات، لابد أن هناك أن يكون هناك حقيقة تنوع مع الدول، وبالتالي أي دولة وفق المواصفات العراقية والمعايير المطروحة عراقيا تحقق هذا الأمر، يجب على العراق حقيقة أن يتعاقد معها، وبالتالي مسألة المنافسة أيضا تخدم الجانب العراقي في أن يكون هناك عروض ربما لا تتوفر في حالة أن يكون هناك مورد واحد أو دولة واحدة هي من تحاول أن تهيمن على الاقتصاد العراقي وما يتطلبه العراق في القطاعات الأخرى للدولة العراقية. سيد كاظم، بالنظر إلى إيجابية الموضوع، هل يمكن أيضا اعتبار هذه الاتفاقية والزيارة إلى ألمانيا ويعني التركيز على موضوع الكهرباء وإعادة ترميمها في العراق جزءا من محاولة بغداد للانفكاك من الضغوطات الأمريكية الموجودة حاليا على البلاد بعد إلغاء الاستثناء للبلاد من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران؟ يعني رسالة واضحة سيدة الفاضلة للولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية تحديدا ربما لترامب بشخصه، أن يكون العراق يعني دولة ذات سيادة، هو من يقرر مصالحه الاقتصادية في أي اتجاه مع أي دولة، كيف يستثمر، المقدار المالي الذي يستثمره، وبالتالي كما قلنا هو خطوة باتجاه أن يتحرر العراق من الهيمنة الاقتصادية. نعلم جيدا أن جزء كبير من الموازنات السابقة للدولة وحتى هذه الموازنة فيها اقتراض خارجي كبير جدا من مؤسسات أمريكية، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية عندما تدفع شيء تحاول أن تستغله في تأثير اقتصادي أو سياسي أو حتى أمني كواقع حال الآن موجود في العراق. بالتالي مسألة الرسالة إلى أمريكا واضحة، وأيضا يعني حتى اختيار الدول قبل زيارة واشنطن أيضا رسالة واضحة، وحتى نوعية الشركة سيدة الفاضلة كما تفضلتم هو مسألة منافسة واضحة للشركات الأمريكية، وحتما سيكون هذا إيجابيا في أن يكون هناك نوعية في الخدمة وأيضا سرعة في الإنتاجية للشركات الأمريكية العاملة الآن في العراق. نعلم جيدا أن هذه الشركات سابقا تستثمر وجود أو تستغل وجودها في مسألة التأثير على القرار السياسي، ربما هذه الخطوة ستقلل من هذا التأثير وسيكون هناك انفتاح اقتصادي، وخصوصا أن أيضا هناك زيارات أخرى لدول أوروبية. لابد أن نشير سيدة الفاضلة أيضا أن طبيعة العلاقات الآن ما بين أمريكا وأوروبا وتحديدا فرنسا وألمانيا أيضا متوترة في مسألة العقوبات وفي مسألة أيضا العقوبات الأمريكية على الاتحاد الأوروبي، كلها رسائل تدل على أن هذه الخطوة بالاتجاه الصحيح
ولا بد أن تستثمر من قبل الحكومة والكتل الداعمة لها في مصلحة الدولة العراقية ووصولا إلى مصلحة المواطن العراقي. نعم، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ كاظم الحاج كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. أعرب عدد من النواب عن استغرابهم من عرض فقرة التصويت على حل مجلس محافظة نينوى في جلسة البرلمان المقبلة، وبالتزامن مع تفاقم أزمة انتخاب محافظ جديد خلفا للمقال نوفل العاقو. وأكد نواب عن نينوى أن زج المحافظة في صراعات سياسية وممارسة الضغوط عليها أمر مرفوض، مجددين دعمهم لخلية الأزمة برئاسة الدكتور مزاحم الخياط. لا نجعل من ملف حل مجلس محافظة نينوى ملف سياسي أو لأجل صفقة سياسية، نجعل صفقة حل مجلس محافظة نينوى هذا أمر غير مقبول. يعني خلية الأزمة مأدية واجبة بصورة صحيحة، نحن نثق بالدكتور مزاحم الخياط ثقة كبيرة جدا وهو من يدير الأمور. إلى ذلك أكد أعضاء مجلس محافظة نينوى تعرضهم لضغوط من قبل جهات سياسية تحاول فرض مرشحها وتحاول تنصيبه محافظا لنينوى. الأعضاء أكدوا أنهم تعرضوا لمساومات وتهديدات من قبل تلك الجهات السياسية من أجل التصويت لصالح وزير سابق فاشل ليكون محافظا جديدا لنينوى، مؤكدين أن تلك الجهات خيرتهم ما بين انتخاب مرشحها أو حل مجلس المحافظة وإدخال نينوى في فراغ إداري حتى الانتخابات المقبلة. نطالب طبعا كل الجهات المعنية بعدم زج المجلس في الخلافات السياسية والمناكفات السياسية التي من شأنها أن تلقي بظلالها على المواطنين بصورة مباشرة، لأن سيخلق فراغ دستوري في الحكومات المحلية وفي الدستور، مما يتسبب في عرقلة وتعطيل عمل هذه الحكومات المحلية، وبالتالي المواطن الآن وخاصة في محافظة نينوى مرهق ومثقل بالآلام والأوجاع التي خلفها الإرهاب، وبالإضافة إلى العمليات العسكرية. الآن لدينا مئات الآلاف من النازحين في المخيفات، لدينا كثير من الخدمات تنقص في المواطنين، المحافظة بحاجة إلى دعم، الحكومة المحلية بحاجة إلى دعم ومساندة من الحكومة الاتحادية، على عكس ما يحصل الآن في الساحة المطالبة بحل المجالس، ومما تسبب في خلق أزمة أخرى تضاف إلى الأزمات التي أرهقت كاهل المواطنين في محافظة نينوى. كنا سابقا وناشدنا ونناشد دائما نقول بدعم محافظة نينوى، دعم شعب نينوى في كل المجالات، ليس خلق أزمات جديدة التي من شأنها أن ترهق المواطنين إضافة إلى حجم الآلام التي عانوا منها. معنا عبر الهاتف السيد حسن شبيب عضو مجلس محافظة نينوى، ومرحبا بك سيد حسن. تعرضتم لضغوط من قبل جهات سياسية ربما وصلت إلى مساومات وتهديدات حتى يتم فرض شخص معين يريدوه أن يصبح محافظا لنينوى، من هي تلك الجهات ومن هذا الشخص الذين يريدون وضعه كمحافظ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مشاهدينا الكرام. نحن كمجلس محافظة نينوى حقيقة أصحاب الحق الدستوري والقانوني في اختيار محافظ نينوى، وبدورنا كمجلس محافظة نرفض أي ضغوطات نتعرض لها من أي جهة سياسية كانت. طيب من هي تلك الجهات؟ اليوم الوضع والأمر قانوني ودستوري، ومجلس محافظة هو صاحب القرار وصاحب الشأن الوحيد في انتخاب محافظ. أما ما تحدث من ضغوطات من هنا وهناك، لسنا بمحل تصادم ولا تقاطع مع الجهات التشريعية في بغداد ولا التنفيذية. طيب. لكننا كمجلس محافظة لن نرضخ لأي ضغوطات، وليعلم أهل نينوى وليعلم شارع نينوى أن مجلس محافظة نينوى عليه ضغوطات كثيرة من جهات معينة انتخاب محافظ، لكننا لن نتعرض لأحد ولا نساوم على حق نينوى. طيب. سيكون حقنا دستوري وقانوني في انتخاب المحافظ. واليوم العراق بلد يحكمه الدستور ويحكمه القانون، ولا يحق لأي شخصية سياسية مهما كان عنوانها أن تقفز على الدستور وعلى القانون. من يريد أن يتعامل معنا فليتعامل معنا وفق القانون وفق الدستور، ونحن سنكون أول القابلين لأي فقرة في الدستور العراقي تتكلم عن حلنا أو تشريدنا. أما ما نتعرض له هذا الموضوع
لن نقبل، وليس هناك يعني ضغوطات قوية، لكننا في حوار مع بغداد في هذا الموضوع. طيب. ولا نريد أن نقحم نينوى ولا نقحم بلادنا في صراعات سياسية. سيد. اليوم التوجه السياسي لكل المحافظات. نعم. سيد حسن، يعني هل أفهم من كلامك أن من يحاول الضغط عليكم ربما من الصعوبة بمكان في هذا الزمن أن تذكروه أو تحددوه؟ سيد الكريم، اليوم بعض النواب يتكلمون عن أجندات سياسية في محافظة نينوى. يعني أتكلم بصراحة، لو جئنا إلى السيد مقتدى صدر التيار الصدري لوجدنا امتداده من بغداد إلى البصرة، ولو جئنا لحزب الدعوة لوجدنا امتداده من البصرة إلى بغداد، وحتى في المحافظة السنية. اليوم العراق عراق الجميع، من حق الأحزاب السنية أن تكون امتدادها في بغداد وكل المحافظات. الموصل ليس حكرا لحزب معين، العراق ليس حكرا لحزب معين. يتكلمون عن جهات خارجية، هل الأحزاب السياسية السنية هي جهات خارجية؟ القضية قضية سياسية وقضية مصالح. من حق أي حزب أن يكون له وجود في أي محافظة كانت. طيب كيف كردستان يمتد من السليمانية إلى بغداد؟ طيب كيف تردون؟ إذن القضية ليست قضية واقعية ولا طيب. قضية وضحت الفكرة. قضية سياسية، مصالح سياسية، يريدون إقصاء بعض الجهات السياسية. وضحت الفكرة سيد حسن. القانون والدستور أباح لكل الأحزاب العراقية أن تنتشر في كل مكان، لكننا لسنا في مجال صدام. نحن لن نرضخ لأحد ولن نقبل لأحد أن يساومنا. القانون هو الفيصل، الدستور هو الفيصل. من حق أي جهة سياسية تكون كفوة أن تعمل في أي محافظة كانت. القضية واضحة. اليوم مجلس محافظة لا يحق لأحد أن يحل المجلس. المجلس فيه قانون، في قانون المحافظة غير مطلوب الإقليم رقم 21. المجلس يحل نفسه بطلب ثلث الأعضاء، وكذلك يحل المحافظ بطلب من المحافظ. أما ما يتكلمون به أن ثلث من أعضاء الشنوب، هذا كلام غير قانوني وغير دستوري. ولسنا بمحل صدام. وأقول لك بعض النواب الذين يعملون على حلنا هم طلبوا منا أن ينتخبوا أن يكونوا محافظين ورفضنا، ولن نقبل بهذه المساومات. لن نقبل أن نضغط علينا، نحن أصحاب الحق الوحيد في اختيار المحافظ. شكرا لك السيد حسن شبيب، عضو مجلس محافظة نينوى، كنت معنا عبر الهاتف. الأخبار مستمرة. من برلين، وفي أول تعليق له على ظهور زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في تسجيل مصور جديد، قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إنها محاولة لدعم أنصاره المنهارين في العراق وفي سوريا. هناك بعض المعلومات الاستخباراتية، لكن واضح حتى من الفيديو إن المكان بسيط معزول، في منطقة معزولة، وحتى الملابس تشير إلى بعض المظاهر عن وضع البغدادي ووضع أنصاره. بالتالي هذا لا يغير شيء في التقييمات التي كنا نصل إليها، وهذا دليل أننا يجب أن نستمر على وحدتنا وتعاوننا للقضاء على بقايا داعش. شكك التحالف الدولي بصحة التسجيل الذي ظهر فيه زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، فيما أكد مواصلة دعمه لحلفائه في المنطقة للقضاء عليه نهائيا. وقال المتحدث باسم التحالف سكوت رولينسون أن الولايات المتحدة تعمل اليوم على قياس صحة الفيديو، وأضاف أن التحالف يعمل مع الشركاء لضمان ألا يتمكن التنظيم من تمويل عمليات إرهابية جديدة وتجنيد أعضاء جدد والتعاون في شن هجمات متطرفة في دول أخرى. مشاهدينا، لتسليط الضوء ومتابعة دلالات ظهور زعيم تنظيم داعش الإرهابي البغدادي، تابعوا المزيد من التفاصيل على رأس الساعة المقبلة مع دكتور زيد عبد الوهاب في برنامج حوار التاسعة. تحت قبة البرلمان، بحثت اللجنة القانونية النيابية مع مفوضية الانتخابات سبل تذليل العقبات لإجراء الانتخابات المقبلة، فيما تم التأكد على ضرورة المضي بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات لتلافي الشبهات التي رافقت الانتخابات الماضية. اللجنة القانونية وفي بيان لها أكدت عزمها إكمال تعديل قانون الانتخابات، وفيما دعت المفوضية إلى تقديم تعديلاتها خلال 10 أيام، أكدت عدم وصول أي مقترحات جديدة على القانون من قبل مجلس الوزراء. كما أعلنت المفوضية من جانبها أنها استقبلت ما يقارب 25%
من استعداداتها لإجراء الانتخابات المحلية. سيعقد اجتماع ما بين السيدات والسادة ممثلي المحافظات التي فيها نازحون ومهجرون على مستوى مجلس النواب هنا لغرض التباحث في وضع بعض الحلول التي تخص مسألة النازحين والمهجرين أيضا من ناحية انتخابية. مع تواصل الجدل بين الأوساط السياسية بشأن إجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الجاري أو تأجيلها، رجح عضو مجلس النواب ديار برواري إجراء الانتخابات مع ربيع عام 2020، مشيرا إلى موافقة غالبية الأحزاب السياسية على هذا الموعد. المقترح بتصوري الموجود حاليا هو إما راح يكون هناك انتخابات في نهاية 2019 أو راح يكون هناك انتخابات في ربيع 2020، وهو الأرجح. يعني هناك فكرة أنه يصير عندنا انتخابات مجالس محافظات سنتين وراها يصير عندنا انتخابات في البرلمان. قدم مركز قانوني عراقي ملاحظات عدة حول مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي يعتبر أحد القوانين الخلافية داخل البرلمان، فيما أشار إلى أن عددا من بنود مشروع القانون يخرق مواد دستورية. وقال مركز العراق للتنمية القانونية إن زيادة عدد أعضائها بالشكل المعروض سيجعل الباب مفتوحا لبعض الجهات السياسية للتدخل في الترشيحات. وأكد المركز على ضرورة زيادة مدة خدمة القضاة المرشحين لهذه المحكمة، وأشار إلى أن طريقة ترشيحات الفقهاء تخالف مبدأ استقلال القضاء. ولفت المركز إلى أن تحديد عمر عضو المحكمة بحد معين يخالف ما ذهبت إليه غالبية الدول التي مارست التجربة ذاتها. تشرع القوانين في العراق بلغة عربية مبينة، هذا المفترض، لكن الأطراف السياسية تفهم نصوصها وتفسرها حسب لغة المصالح، وهو جوهر الخلاف بين بغداد وأربيل في أزمة النفط المستمرة. التفاصيل في هذا التقرير. ما يزال الخلاف بين بغداد وأربيل قائما، ولا تزال القضية معروضة أمام المحكمة الاتحادية بانتظار أن تحسم، بيد أن تباين قراءة وفهم القوانين المشرعة قد تزيد من أمده. الموازنة الاتحادية لعام 2019 المادة 10 صريحة جدا، تلزم حكومة الأقليم بتسليم واردات 250 ألف برميل يوميا، ليس بتسليم الملف إلى سومو. بالمقابل تلتزم الحكومة الاتحادية بكافة التزاماتها المالية. الأزمة الدائرة بين بغداد وأربيل أفرزها عدم التزام الطرفين بمواد قانون الموازنة الذي يفرض على كردستان تصدير ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا وتسليم إيراداته لبغداد في مقابل تمويل نفقات الإقليم من ضمن الموازنة. عندما يتم تسليم حصة إقليم كردستان من الموازنة يقابل ذلك تسليم المقدار المتفق عليه من النفط المصدر من إقليم كردستان وأن يكون تحت تصرف شركة سومو. والحقيقة سمعنا تصريحات السيد وزير النفط وهناك أكثر من مصدر يشير إلى أن هناك نفط يصدر خارج هذا الإطار. إصرار إقليم كردستان على مخالفة الاتفاق مع بغداد وعدم الالتزام بقوانين الموازنة لهذا العام سيعيده إلى المربع الأول، حيث عانى اقتصاده ضربات موجعة إضافة إلى إضعاف ورقته التفاوضية في موازنة 2020. النشرة مستمرة مشاهدينا ونتابع فيها لكن بعد قليل. الانتحار ظاهرة تغزو المجتمع العراقي، ونهر دجلة قبلة المنتحرين. دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية الحكومة لوضع معالجات جادة للحد من ظاهرة الانتحار. وفي مؤتمر صحفي قال رئيس اللجنة أرشد الصالحي إن عدم وجود برامج حكومية واستراتيجية واضحة منذ عام 2003 وحتى اليوم لمعالجة حالات الفقر والبطالة والفساد والكساد وحالات الإحباط لدى الشباب وتعاطي المخدرات والتفكك الأسري جميعها أسباب ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة. لاحظت اللجنة في الآونة الأخيرة
وفقا لتقارير من جهات رسمية وقسم منها منظمات مدنية وقسم منها من جهات إعلامية مشكورين الإعلام، تزايد حالات الانتحار في المجتمع العراقي، مما يعد مؤشرا خطيرا يتطلب وقفة جادة من الجميع. تعج مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات القصص المختلفة عن الانتحار، وخصوصا لدى فئة الشباب، وفيما يعزوها مختصون إلى الفقر والبطالة والفشل الحكومي، أكدوا أنها دخيلة على المجتمع العراقي. التفاصيل في سياق هذا التقرير. تعج صفحات التواصل الاجتماعي بقصص مختلفة لشباب قرروا إنهاء حياتهم عبر القفز في النهر أو شنق أنفسهم، ظاهرة دخيلة على المجتمع تغلغلت من باب الفقر والبطالة والعوز بحسب متخصصين. نتيجتها هذا الضعف الديني، الواعز الديني، قلة الخبرة العلمية، عدم وجود فرص عمل، كثرة الخريجين وعدم استقبالهم من قبل سوق العمل، كلها أثرت بالنتيجة إلى هذه الظواهر. قليلا إلى الوراء وبالتحديد قبل عام 2003 لم تكن ظاهرة الانتحار مألوفة لدى المجتمع العراقي باستثناء حوادث متفرقة، لكن اليوم الأمر مختلف. عشرات القصص ضحيتها شباب في مقتبل العمر. العراق يحتل الدولة الرابعة أتوقع عالميا، دول بين دول اللي نسبة الانتحار عالية بها. عامل اليأس اللي صاب المواطن العراقي بعد 2003 خاصة، عامل الظلم اللي وقع على كثير من، عامل عدم تثقيف. عدد حالات الانتحار في العراق وصلت إلى 132 حالة خلال الربع الأول من العام الحالي، وفيما يعزوه متخصصون إلى الفشل في توفير ما تنشده شرائح المجتمع من توفير فرص عمل واستقرار أمني. اكتفت السلطات المحلية ببناء جدران وحواجز أمنية على الجسور منعا لحالات الانتحار غرقا. قدم النائب رزاق محبس مقترحا لقانون البطاقة التموينية الإلكترونية بدل الورقية إلى رئاسة المجلس، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيقضي على الفساد بهذا الملف وسيوفر الحصة التموينية للعراقيين بانسيابية ومن دون تلكؤ. ثلاثة أرباع أبناء الشعب العراقي هم دون خط الفقر، وبالتالي هم لا يتمكنون من العيش إن لم تكن هناك مفردات البطاقة التموينية التي يسميها المواطن بالكمية أو الحصة التموينية الغذائية. وبالتالي نطالب السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التجارة كما طالبنا رئاسة البرلمان باستضافة الحكومة لغرض مساءلتها عن أسباب تأخير توفير مفردات الحصة التموينية الغذائية للمواطن، سيما وأن شهر رمضان الكريم على الأبواب. كما تقدمنا إلى رئاسة البرلمان بمقترح قانون اسمه مقترح قانون البطاقة التموينية الإلكترونية، وهذا المقترح إذا ما رأى النور وتمكنا ونجحنا من تمريره بالتصويت من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، هذا القانون سيكفل أولاً القضاء على الفساد الإداري المرافق لمفردات وآليات توفير البطاقة التموينية الغذائية، وكذلك يوفر الحصة التموينية الغذائية شهرياً وبكل سهولة للمواطن. ارتفع إجمالي الإنفاق العسكري عالمياً بنحو 2.5% على أساس سنوي ليصل إلى تريليوني دولار تقريباً في 2018، وحل العراق في المرتبة الثامنة عربياً بستة مليارات وثلاثمائة مليون دولار. وقال المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم إن الولايات المتحدة والصين والسعودية والهند وفرنسا تصدرت دول العالم في الإنفاق العسكري خلال عام 2018 بنحو 60% من الإنفاق العسكري عالمياً. وانخفض الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط بنسبة 2% تقريباً على أساس سنوي في 2018. قالت عضو مجلس النواب سناء الموسوي إن مسألة حصر السلاح بيد الدولة بحاجة إلى تشريعات برلمانية وتنفيذات حكومية، مشيرة إلى تقاعس الطرفين عنها. السلاح يكون بيد الدولة لعدة مرات تم طرحها في مجلس النواب،
وطالبنا به لعدة مرات مجموعة من أعضاء وكذلك اللجنة الأمنية، ولا بد للحكومة اليوم أن يعني تنهي هذا الملف وأن تكون لمجلس النواب أيضا قرارات مهمة بهذا الصدد. انتقد عضو مجلس النواب علاء الربيعي تلكؤ الحكومة في مكافحة الفساد بالمنافذ الحدودية، وانتقد تلكؤها بمحاربة سيطرة الجهات المسلحة والمتنفذة عليها. رغم علم الحكومة ورغم بأن السيد عادل عبد المهدي وضع هذه الفقرة ضمن 40 ملف اللي يوجد بهن فساد، لكن لم نرى تحرك حقيقي بإنقاذ منافذنا الحدودية من قبل هذه العصابات التي تسيطر عليها. الكل يعلم بأن المنافذ الحدودية تدر أموال كثيرة للعراق، وممكن أن تعتبر ثاني إيراد بعد النفط، ونحن اليوم نستورد كل شيء حقيقة، واضح بأن العراق يستورد كل شيء وهذا إيرادات للدولة العراقية. حذر عدد من النواب شركات الاتصالات من استمرار تردي خدماتها، مطالبين باستقدام مسؤولي تلك الشركات إلى البرلمان ومحاسبتهم على تردي الخدمة للمشتركين والتجسس على مكالمات المشتركين. الشركات لا زالت تتحجج بوجود أجهزة تشويش تؤثر على أدائها وانعكس سلبا عليها، لكن ذلك لم يثبت، وعلى هذه الشركات العمل على تحسين الشبكات من دون أعذار. لذلك تطالب كتلة الحكمة النيابية، اللجان النيابية المختصة، لجنة الخدمات واللجنة القانونية باستقدام كل ما يعنى بهذه الشركات ومحاسبتهم بسبب رداءة هذه الشبكات. حذر مجلس اللاجئين النرويجي من عزل العراق لأكثر من 45 ألف طفل في مخيمات النزوح بسبب افتقادهم للوثائق الرسمية. وقال المجلس إن هؤلاء الأطفال سيكونون محرومين من الذهاب إلى المدارس والرعاية الصحية، ومحرومين أيضا من أبسط حقوقهم، مؤكدا أن العراق يواجه قنبلة بشرية محتملة، فيما شدد على معالجة هذه الأزمة لضمان مستقبل مستدام لهؤلاء الأطفال وللبلد. أعرب أصحاب محلات المهن الصناعية والإنشائية في حي المعلمين بمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، أعربوا عن استياء شديد تجاه قرار مديرية البلدية بنقلهم إلى المنطقة الصناعية. وقال أصحاب المحلات إن المنطقة الصناعية غير مؤهلة حاليا وتفتقد إلى الخدمات والإمدادات كالماء والكهرباء، إضافة إلى أن المدة الزمنية التي منحت لهم ليست كافية، وخاصة أن المنطقة الصناعية بحاجة إلى بناء وترميم. وطلب أصحاب المحلات الحكومة المحلية بتشكيل لجنة خدمية والكشف عن المنطقة الصناعية، إضافة إلى عدم اقتصار أمر النقل على محلات حي المعلمين فقط من أجل ضمان توازن الأعمال. هم من يريدون يشيلون المفروض محافظه دياله كلها يجمعوها، شلون قبل كانت كلها مجموعه بصناعه واحده، خان الخالص شهربان كلها حتى من بغداد موجود بيها نقدر نشتغل هيك، اما بس حي المعلمين وكم منطقه تشيل هناك تروح تقعد ما نقدر نشتغل بيها، وهو مسادينها مدخل واحد مخلينها بس من هناك، كل رمضان يسوون لنا عرس، ما يصير هيك يعني احنا جانا فتره رمضان، هو شيء ما بي شغل رمضان والعالم صايمه، وانت جايني تريدنا اول يوم رمضان اشيل، زين المحلات يوم منتهيه تعبانه ادنوب ما بيها لا سطوع لا بيها كبنكات، منتهيه تعبانه الصناعه، لا مي لا كهرباء، وحتى ما بيها امان هناك. ونطلب من الحكومه تشكل لجنه من الكهرباء ومن المي والمجاري والقيمه من المحافظه يطلعون كشف، اذا تسمح الصناعه وضعها يسمح نشيل احنا. من جانبه قال قائم مقام بعقوبة عبد الله الإحيالي، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لأصحاب المحلات سيتم نقلهم على دفعات، فيما أكد وجود أكثر من 1000 محل في المنطقة الصناعية. هناك سوف تكون حملات متعاقبة وعلى شكل مراحل، ليس كل أصحاب المهن يكونون على شكل دفعة واحدة بعد 10 أيام، هناك إجراءات سوف تتخذ من قبل الأجهزة الأمنية ومديرية بيئة ديالى وكذلك مديرية بلدية بعقوبة، بإمكانهم مراجعة بلدية بعقوبة في سبيل الحصول على محلات، هناك أكثر من 1000 محل في هذه الأحياء الصناعية تعود إلى بلدية بعقوبة، وأجورها كما أسلفت رمزية قد تصل من 50 إلى 100 ألف شهريا، لكن تحتاج إلى بعض التأهيل.
أعلن المجلس العسكري السوداني مقتل 6 من رجال الأمن بمواجهة مع متظاهرين في أنحاء البلاد، فيما قال قادة الاحتجاج إن الجيش يحاول فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم. نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو قال في مؤتمر صحفي إن المجلس سيتعامل بالحسم اللازم لمواجهة أي خرق للقانون، وأضاف: نحن كمجلس عسكري انتقالي واجبنا حماية المواطن وممتلكاته وبسط الأمن والقانون، ولن نقبل بأي فوضى، وسيتم التعامل بالحسم اللازم وفق القانون. نحن في المجلس العسكري الانتقالي نريد ثورة سودانية وطنية حضارية، شباب مخلص غير مسيس وبغير أجندة، شباب همه الوطن والمواطن، حتى يتكامل الدور ونصل لاتفاق مرضي للشعب السوداني بمختلف مكوناته وألوان طيفه. نظم عسكريون متقاعدون لبنانيون فعاليات احتجاجية في العاصمة بيروت مطالبين بعدم المساس برواتبهم، وذلك تزامنا مع انعقاد أول جلسة للحكومة مخصصة لدراسة الموازنة. وأفادت مصادر إعلامية لبنانية بأن العسكريين المتقاعدين توزعوا على مجموعات، وتولت كل مجموعة إغلاق مدخل من مداخل مصرف لبنان في الطرق الفرعية بالإضافة إلى إغلاق المدخل الرئيسي. وأضافت أن القوى الأمنية قطعت الطريق من مصرف لبنان إلى شارع الحمرة الرئيسي. وفي تعليقه على تحرك العسكريين دعا وزير المهجرين غسان عطالله بعدم استباق الأمور قبل مناقشة الموازنة، لا سيما وأن رئيس الجمهورية ميشيل عون أكد عدم المساس بحقوق العسكريين المتقاعدين. بعد إجلاء أكثر من 10,000 شخص شرقي كندا في الأيام الأخيرة بسبب فيضانات فاق مستواها أرقاما قياسية كانت قد سجلت في 2017، أجريت عملية لجمع الحيوانات الأليفة التي لم يتمكن مالكها من حملها معهم. منسق شبكة إنقاذ الحيوانات إريك دوسولت قال: لدينا فرق مهمتها الذهاب إلى العناوين التي قدمتها البلدية وإنقاذ الحيوانات الأليفة وإعادتها إلى المخفر حتى يتم تسليمها لأصحابها. هذا وتم جمع شمل حوالي 30 حيوانا أليفا تم إنقاذها مع مالكيها، فيما ذكرت الجهات المسؤولة عن البيانات المتوفرة لديها أن هناك 3 حيوانات أليفة تم تأكيد موتها. أعلن إمبراطور اليابان أكيهيتو اليوم الثلاثاء تنازله عن العرش ليصبح بذلك أول إمبراطور ياباني منذ قرنين يقوم بخطوة من هذا النوع. جاء ذلك خلال آخر خطاب للإمبراطور في احتفاليات بروتوكولية رسمية أقيمت في القصر الإمبراطوري، أعلن فيها عن تنازله لصالح نجه الأكبر ليعتلي العرش بذلك ولي العهد الأمير ناروهيتو إمبراطورا جديدا للبلاد، وبذلك يصبح الإمبراطور 26 بعد 100 لليابان. هذا وأعرب الإمبراطور الجديد عن أمله في أن تنقل للأجيال التي عاشت الحرب التجربة المأساوية التي عاشتها اليابان والطريق الذي سلكه هذا البلد في التاريخ إلى الأجيال اللاحقة بشكل صحيح. بادرة جميلة هذه التنازل عن العرش. أكيد. نهاية هذه النشرة وتذكير بالعناوين. عبد المهدي والخطيب يدشنان من برلين مستقبلا متطورا لكهرباء العراق. نواب نينوى يطالبون بإبعاد المحافظة عن الصراعات، ومجلسها يؤكد: جهات ساومتنا إقالتكم أو منصب المحافظ. المكان بسيط معزول في منطقة معزولة، وحتى الملابس تشير إلى بعض المظاهر عن وضع البغدادي ووضع أنصاره. ظهور البغدادي دليل على الهزيمة يقول عبد المهدي، والتحالف يتوعده بالملاحقة. جاء
جدل متواصل بشأن الانتخابات المحلية، البرلمان والمفوضية يبحثان مصيرها. الفلوجة دوت تي في للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله، إلى اللقاء. We'll be right back.